اللي اتاخد منك بسيف الحياء حرام. يعني اللي ياخد منك حاجة علشان عارف انك هتتحرج منه وهتتحرج تقول له لا، ده يبقى حرام عليه. شوف كده كام واحد في حياتك ممكن يستغل احراجك في شغلك، في كليتك، في بيتك، في مشاعرك، حتى في فلوسك، في كل حتة في الدنيا. البرفيوم ده جميل قوي، انا عايزه. الساعة دي تحفة، فانت تقول له ما تغلاش عليك. الكتاب ده جامد قوي، انا هاخده، هات 200 جنيه من معاك. وطبعا حضرتك بتتكسف تقول لا، والطرف التاني بدون نقطة دم بياخد الحاجة ويمشي. اتعلموا تقولوا لا يا جماعة، لا مش كلمة عيب على فكرة، ومش قلة ذوق ولا ندالة. قول لا، آسف مش هينفع، لا آسف مش هقدر. ده بيمثل مصارحتك اللي قدام نفسك، بإن دي حدودك في التعامل، بإن طاقتك مش هتجيبك لأكتر من كده. وبكلمة واحدة، كلمة واحدة بس، بتقفل على نفسك أبواب كتير، أبواب ممكن تنغص عليك حياتك في المستقبل. كلمة لأ أوقات ممكن تمنع عنك أي شر. تحافظ على اللي باقي من روحك علشان تقدر تعيش في سلام. ما تتحرجوش، محدش ياخد منك حاجة غصب عنك أو يستغل كسوفك. نفسك ليها حق عليك، ولو أنت شايف إنك هتيجي عليها علشان تنفذ طلب للي قدامك ما تعملوش. واللي يزعل يزعل، لأن اللي يزعل علشان مصلحته ما يستحقش زعلك، يبقى مش باقي عليك، فما يلزمكش أصلا ولا يلزمك منه أي حاجة. إذا كان هو كشخص ما تكسفش، ما تكسفش يطلب منك حاجة مع إنه عارف إنها عزيزة عليك أو حتى ما معكش غيرها. فأنت بقى يعني مثلا اللي هتتكسف تقول له لأ، اجمد، صارح، عيش حياتك في راحة نفسية بعيدا عن المتطفلين. ولازم تفهموا إن كلمة لأ مش بتزعل، مش معنى إني بحبك إن أوافقك على أي حاجة تطلبها مني، مش معنى إني بحبك إن أحبك أكتر من نفسي وأكتر من طاقتي، أكتر من نجاحي وطموحي. الرفض أحيانا بيوفر علينا حاجات كتير وخسارة أكبر. كلمة لأ مش عيب، لما تكون هتيجي على نفسك وحياتك وبيتك كلمة لأ مش عيب يا جماعة. لما تكون هتيجي على وقتك وشغلك وشغفك، لما تيجي على خسارة حاجة بتحبها يبقى لازم تقول لأ. شوف ضيعت وقت قد ايه مع حد اتكسفت تقول له لا. راحتك، راحتك اللي خسرتها علشان اتكسفت تقول لا، استقرارك اللي اتهد علشان اتكسفت تقول لا. خسرت كام حاجه غاليه عليك، اتوجعت كام، جيت على نفسك كام مره. كل ده بيولد جوانا طاقه سلبيه كبيره، تفضل تتراكم وتتراكم لحد ما تشكل شرخ كبير قوي جوانا، ووقتها العلاج بيبقى شبه مستحيل. وفر مجهودك وطاقتك، حافظ على الشيء اللي بتحبه، ما تضغطش على روحك ابدا، وقول لا لو حسيت ان الموضوع هياخد منك كتير، لو حسيت انه هياخرك، لو الطرف التاني ما فهمش يبقى هو ما حبكش. لان اللي بيحب حد بيتمنى له الخير، بيحب له الاستقرار. لكن لازم نفهم كلنا ان حياه الناس مش ملكنا، وإن أصحابنا وأهالينا ليهم خصوصية ما نقدرش ناخدها منهم. قولوا لأ وما تتكسفوش، اوعوا تضغطوا على نفسكم علشان هيجي الوقت وهتندموا، والله هتندموا إنكم ما قلتوش لأ. تعالوا نسمع رسالة. السلام عليكم أستاذ محمد. أنا عندي ابني عنده 7 سنين، لسه ما تعدش يعني 7 سنين، دايما بيقعد يسألني أسئلة غريبة جدا وأكبر من سنه، وأنا مش بجاوب عليه بصراحة، وبسيبه خالص لغاية ما بينسى، بضنشه من الآخر. يعني بقول ده لسه صغير، يعني هيفهم إيه من اللي أنا هقوله؟ وبعدين بيسألني أسئلة غريبة جدا عن الحياة عموما، أسئلة دينية ثقافية، أسئلة أكبر من سنه. مش عارفة هو أنا كده صح إن أنا أضنش ابني لما يجي يسألني، ولا لازم اجاوبه؟ بس انا بقول لنفسي اكيد انا لو جاوبته هو مش هيفهم حاجه، لان هو لسه طفل صغير. بس انا ابني ذكي جدا والله، يعني دماغه ما شاء الله حلوه. عاوز اعرف ايه رايك ايه يا استاذ محمد؟ خليني اقول لك حاجه مهمه في البدايه. لو عايزين نعرف سر ترابط اي مجتمع وتقدمه لازم نبص على النشأ. الجيل اللي زي الصلصال اللي لسه بيتشكل، يا ترى بيتم التعامل معاه ازاي؟
ازاي بيتربوا وايه اللي بيتزرع جواهم من صغرهم. لو جينا بصينا على الجيل الحالي مثلا هنلاقي فيهم اصحاب مشاريع، مستثمرين، اصحاب قرار وغيرهم وغيرهم. هنلاقي ان احنا موجودين في الدنيا دلوقتي او موجودين في المرحله دي مهما طالت، فاحنا ماشيين وهيحل محلنا اطفال موجودين دلوقتي وانا بكلمك حالا، هتلاقيهم بيلعبوا كوره في الملاهي او حتى لسه مولودين. الجيل ده مش هيفضل اطفال، هيكبر هيتعلم وهيحل محلنا في كل المجالات، لاننا احنا مش دايمين مش مخلدين. وهي دي سنه الحياه، جيل بيسلم جيل. يبقى الجيل الصغير ده لازم يتربى على اسس من البدايه، اسس تؤهله انه يكون نافع لحياته وبلده واسرته، او رب اسره مؤهل انه يبني اسره مترابطه، او انه يكون فرد مؤثر في المجتمع. طيب ده كله هيجي منين وازاي؟ هيجي من الاهتمام بالطفل من صغره، اننا ما نقولش ده عيل صغير مش هيفهم، او ان احنا نسيبه لغيرنا مش محل ثقه يعلمه اسوأ الصفات. الاطفال بيبقوا زي الصلصال، نقدر نشكلهم زي ما احنا عايزين بكل سهوله، وكل شيء بيتعلموه من وهم صغيرين بيفضل ثابت في وجدانهم في افكارهم وفي روحهم كمان. المثل بيقول ايه؟ التعليم في الصغر كان نقش على الحجر ثابت ما بيتمحيش، مهما عملت هيفضل موجود. لو بصيت لنفسك كراجل بالغ وعاقل هتلاقي ان في حاجات كتير جدا من صغرك حصلت معاك وانت ما نسيتهاش، مواقف اتعلمت منها دروس رغم ان سنك وقتها كان صغير، لكنك وقتها اتعلمت الدرس وافتكرته بعد سنين وسنين. لما بتيجي مثلا تعلم حد السباحه او السواقه او اي رياضه هتلاقي المدرب بيقول لك ايه؟ طالما كبرت يبقى التعلم صعب ومجهد، لكن لو انت صغير يبقى الموضوع سهل بسيط، هتتعلم بسرعه، التمكن هيكون عالي، لان الطفل الصغير بيكون لسه على الفطره بيستقبل اي معلومه، لان في مساحه ربانيه صغيره كده لسه فاضيه ما اتملتش من هموم الدنيا ومشاكلها وضغوطها. اهتموا بالنشأ، شبعوهم تعليم ومشاعر، خليهم يطلعوا متزنين عارفين طريق الخير فين والشر فين قبل ما الدنيا تلهيهم وتاخدهم وتاخدهم لطريق مستحيل الرجوع منه. ازرعوا جواهم القيم، علوا عندهم قيم الانتماء والإيمان، خليهم يؤمنوا بربهم ونفسهم وكل صالح في اللي حواليهم. ربوهم على أن الطموح مش عيب، وأن مفيش حد أحسن منهم، وأنهم اتخلقوا في الحياة علشان دورهم لازم يكون إيجابي. علموهم ما يكذبوش، ما يفتنوش، ما ينافقوش، ما يهربوش من المسؤولية. علموهم الصراحة والوضوح. الطفل اللي انت جبته الدنيا ده لازم تفهم وتفهمه ان هو بعد سنين هيكون مؤثر، وبشر كتير هيكونوا مسؤولين منه، فلازم يكونوا قد المسؤولية. استنونا. من فترة كان في فرح لبنت غلبانة عايشة في حي شعبي. البنت دي كانت يتيمة، كانت بتصرف على نفسها من معاش والدها، جهزت نفسها من شغلها وعرقها، واتخطبت لشاب برضه على قد حاله. الشاب ده كان بيبيع انابيب، جاب لها دبله بتضلين من شقاه وتعبه. ويوم الحنه اهل الحته اتطوعوا ان هم يعملوا لها المكياج لان هي مش معاها فلوس. المكياج كان بسيط، الناس مش متخصصه، والكل كان فرحان وهي كانت طايره من الفرح وسط جو أسري وألفة غير طبيعية. وبعد كده نزلت صورها على الفيسبوك كأي عروسة يعني فرحانة بليلة العمر، ولكن السادة أعضاء الفيسبوك ما عجبهمش الموضوع ونزلوا بقى تريقة وتنمر على شكلها وملامحها ولبسها، ده غير الشتيمة والكوميكس اللي ما يتحملهاش أي بشر. المهم الصور انتشرت بشكل كبير، وفي النهاية كله قفل موبايلاته ودخل نام. لكن الموضوع عندها مخلص، خطيبها شاف الحفل اللي اتعملت عليها، أصحابه وروا له كمية الشتيمة والانتشار السريع للصور، شاف التنمر اللي على شكلها وهيئتها، وكانت النتيجة إيه؟ إنه فسخ الخطوبة والجوازة، وعاشت ليلة من أتعس ليالي حياتها بسبب ناس كل همهم الترند والهزار واللايكات.
وما همهمش ان في قلب اتكسر وروح ماتت من الحزن في ليله كانت المفروض تبقى من اسعد ليالي حياتها، لكن اتقلبت لذكرى سيئه، ليله كلها دموع وحزن. وجت بعد كده ميك اب ارتست معروفه ومشهوره، اتطوعت انها تعمل لها مكياج احترافي علشان توري الناس وتوري خطيبها ان القصه مش بالمظاهر، وانها لو كانت تمتلك فلوس كانت ممكن تكون من اجمل البنات. ونفس اللي اتريقوا عليها بقوا يحلفوا بجمالها، لان شكلها اختلف 180 درجه، الناس حرفيا ما عرفوهاش. لكن للاسف هي وقتها ما كانش معاها فلوس علشان تعمل كل ده. ذنبها ايه انها غلبانه؟ ذنبها ايه انها ظهرت بمجهود ذاتي؟ ظهرت بطبيعتها، وكانت فاكره ان خطيبها واثق فيها، مش هيهمه الشكل بقدر الجوهر اللي هو اختاره على اساسها. لكن للاسف الكل باعها. مفيش اخطر على الانسان غير الانسان نفسه. لا بقى عنده قيم ولا عيب ولا حرام ولا ما يصحش. كل حاجه بقت مستباحه، والتريقه على خلق الله بقت سهله، بقت عاديه. القلوب ماتت وجبر الخواطر انعدم، وناس كتيره مبقاش عندها ذره رحمه. بقينا نذبح بعضنا بسكينه تلمه، ومهما كانت درجه الالم متعه الساديه والتلذذ بقت اكبر بكتير. احنا بقينا ناس عايشين بالمظاهر، يهمنا الشكل وخلاص، مش مهم اي حاجه تانيه. الجوهر مبقاش مهم، مبقاش في حساباتنا. ارحموا الناس يا ناس، وبلاش تنمر على خلق الله، بلاش تتخدعوا بالمظاهر، سيبوا البشر في حالهم. لان فعلا احنا هندمر نفسنا بنفسنا، وبقينا سبب في جرح ناس كتير قوي واحنا بنضحك وبنهزر. مجرد كلمات خرجت من ناس عديمي المسؤوليه، جرحت ودبحت وفرقت احبه، كسرت قلوب ونزلت دموع، وخلت الحزن يخيم على ليله كانت المفروض هي اجمل ليله. وفين اللي اتريقوا؟ نايمين على سرايرهم بعد ما خربوها وقعدوا على تلها، ومحدش منهم حس بحجم المصيبه اللي صابت البنت الطيبه المسكينه. للاسف محدش بياخد باله من الكلمه، وكتير بقى في لسانه سكينه بيذبح بيها خلق الله ويموتوهم بدم بارد. ربنا يبعد عننا نقمه اللسان، ويهدي الناس، يهديهم للصواب والكلام الطيب. خلصت القصه وخلصت الحلقه. اشوفكم على خير والى اللقاء.